الساكنه المسفويه في هذا مؤخرا لاحظت بانه كاين واحد التغير لا في لون الماء ولا حتى في المذاق ديالو. هذا اكيد. احنا تواصلنا مع السيد الرئيس، مع السيد وزير التجهيز والماء، مشينا عنده حتى المكتب ديالو في الرباط. ناقصنا بالاساس المشكل ديال المياه في اسفي، لانه كيف خصو يعرفوا الناس انه اسفي ما عندهاش مياه جوفيه كثيره، وبالتالي هي اسفي كتستمد الماء ديالها من سد المسيره. وهذا البراج اللي كاين هنا في اسفي هو ان براج زعما فينال دو كوليكت، اللي منه تقريبا كتسد الحاجيات ديال 90% او اكثر مدينه اسفي. مدينه اسفي كتكونسومي تقريبا ما بين واحد 500 حتى 600 لتر بار سكوند. المياه الجوفيه المحيطه بالمدينه النسبه اللي كتعطي قليله، كنهضروا على عين الغور ولا غيرها، ما كنظنش انهم تيفوتوا واحد النسبه ديال 10% من الحاجيات ديال مدينه اسفي، وبالتالي كتبقى الكميه الكبيره كتجي من البراج. هاد الى تدخلوا الاستاتيستيك اللي كديرها الوزاره يوميا حول حقينه ملء السدود، تلقاو بان سد المسيره كيفاري الايام ما بين 9 10 8 حتى الماكسيموم 11% نسبه الملء ديال هذا السد. وبالتالي هاد الفتره من السنه اللي كتكون باقا الشتاء ما طاحش، نتمنوا ان شاء الله سيدي ربي يكرمنا بالمياه، ضروري انه هاد المستوى ديال المياه كينخفض في كاع البراجات. في البراج ديال اسفي لاحظنا ايضا بانه كاين واحد النباتات لاول مره تيشوفوها الساكنين ديال اسفي، ولات كتبان في البراج وهي ما كانتش كتبان. فاكيد انه ملي انخفضت نسبة المياه ولا حتى ديك التربه اللي لتحت ولات كتبان للشمس الى غير ناضوا الطحالب وكذا. ما نقدرش نقول لك سبب التغير ديال اللون او ديال رائحه الماء ان من هذه الطحالب اللي ناضات او كذا، هذا الشيء مازال خص دار فيه الدراسات. ولكن اللي اكيد اليوم هو انه المؤسسات المسؤوله على جوده المياه في المدينه مثل لونيب ولا راديس راه كيديروا التحاليل اليوميه، وحنا كمجلس كيصيفطوهم لينا. هما عندي هنايا التحاليل اللي كتصيفط لينا لاراديس مثلا، هما السي فدواش، دونك يوميا تقريبا كيصيفطوا لي زاناليز اللي كيديروا. هذه مثلا ديال لو 18 اكتوبر، و اون ريزومي هنا في الاخر تيقول لك لا كاليتي دو كونفورم على نورم ماروكان 037001 دو بوتابيليتي. بالتالي هاد الناس وكاينه هذا اللابوراتوار انتر ديال لاراديس، كاين عندهم حتى كيديروا حتى دي زاناليز يعني اطراف محايده في دي لابوراتوار اكستير، حتى هما كيصيفطوا لنا لي زاناليز. دونك المؤسسات المسؤوله على جوده المياه راه كتاكد بانه لو لحد الساعه في اسفي راه الي بوتابل صالح للشرب. ولكن اللي خصنا نعرفوا اليوم بانه اسفي كيفما جميع التراب المغربي راه كتعاني ايضا من المشكل ديال ندره المياه، على اساس اليوم اسفي المياه الصالحه للشرب اللي كتجي من البراج تستعمل ايضا للاغراض الصناعيه. اللي خصنا نعرفوا بانه ايضا المؤسسات الصناعيه المكتب الشهري للفوسفات او لا سونترال تيرميك راه كيكونسوميو من هذا الماء الصالح للشرب حوالي ثلثين. اليوم كاينه مشاريع مهمه كيقوم بها المكتب الشهري للفوسفات ايضا على اساس انه يولي اوتونوم على مستوى استعمال المياه ديالو. الحمد لله المحطه ديال اعاده تدوير المياه العادمه ستاسيون ديبيراسيون هي في المراحل الاخيره ديال الدراسات، وغيبدا العمل فيها هذه السنه، وربما تكون تبدا الاشتغال ديالها في سنه 2023. ايضا اليوم كنتكلموا على محطه ديال تحليه مياه البحر اللي الدراسات ديالها غادي تبدا ان شاء الله، وبالتالي من هنا لخمس سنوات ربما يكون على الاقل المؤسسه الصناعيه الكبيره وعلى راسها لو سي بي ربما ما تبقاش تستعمل المياه الصالحه للشرب. هذيك الساعه غنقولوا بانه على الاقل اسفي غتولي مطمئنه على الاكتفاء الذاتي ديالها ديال اليومي من المياه الصالحه للشرب.